دان العراق العملية الإرهابية التي حاولت استهداف الحرم المكي، فيما أكدت تضامن بغداد مع الرياض بوجه الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن البلدين. ولاقت محاولة استهداف الحرم المكي الشريف إدانات واسعة على مستوى دول ومؤسسات دينية وغيرها، حيث عبرت أغلب الدول عن تضامنها التام ووقوفها الكامل مع السعودية في التصدي لأي محاولة لاستهداف العتبات المقدسة. وأجمعت الدول على أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. البيت بيت أخويا وأنا ساكن فوق، وجيت سمعت الصوت على طول نزلت البيت، وجيت طلعت أخواني وأمي وأهلي كلهم ودوه المستشفى. الصباح كان ساعة 9:30 كده، وغيروا بعدين شالوني أنا كمان المستشفى. ساكن جديد هذول، كان حوالي كم شهر ما أدري كم يوم زي كده، ما شفت ولا مرة أنا. يعني ما له أيام قريب. لا في رمضان أساجره. حطوا عليه حاجة ولا ما شفتوه؟ مرة ما شفنا. يعني هو ما يطلع؟ لا ما يطلع.